السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا تأتي هذه الوقفة التي نسميها وقفة أصحاب العمائم البيضاء اللي هم أئمة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البوليدة مع أصحاب المآزر البيضاء. وفي قطاعنا ارتأينا بعد شكر كل عمال الصحة قطاع الصحة الذين اسميناهم المرابطين والمجاهدين والمنافحين والمكافحين ضد هذا الداء وهذا الوباء، ولا يقل أجرهم عن أجر من حمل السلاح ضد العدو، لأنهم تقدموا إلى الموت وهم يحملون الصبر من أجل إنقاذ الآخرين. فأردنا أن نكرم فئة أخرى لا يتم عمل الأطباء والممرضين دونها، وهي الفئة التي تعمل على استمرار العطاء والنظافة داخل المستشفى، وهي فئة الموظفين البسطاء وكذلك من يعملون على ومن يعملون كذلك على بقاء الهدوء والطمأنينة داخل المستشفى من أعوان الأمن. كل الكلمات لا توفيكم حقكم، كل ما له القبعة ويحترم ويقبل من جبينه على اعتبار أنه تقدم ولم يتراجع إلى الخلف. فأنا باسم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البوليدة، باسم معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بن المهدي، باسم كل عمال القطاع أحمل لكم تحية وشكر، سائل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم في أبدانكم وفي أزواجكم وفي أهلكم وفي أموالكم، وإن شاء الله رب العالمين يرفع هذا البلاء في أقرب الأجل.